مصلحة شباب الأشرفية، ضغط عالي من الجيش، وبعده رودولفو داكوستا ما خرج من أرض الملعب. رودولفو داكوستا بيسدد من جول! رودولفو داكوستا البرازيلي عم بيعدل الأرقام بتاني دقيقة من الشوط الثاني، وليكو وين الاحتفال؟ عم بيروح يحتفل مع زملائه بالفريق اللي ما شاركوا بالمباراة. التسديدة الصاروخية الرائعة من رودولفو داكوستا عم بيعدل الأرقام ويولع المباراة. من زاوية تانية عم نشوف التسديدة اليسروية، هيدا اللاعب يلي عم بيرد علينا المدرب طارق رزق.